رمضان 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 يا حبيب رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج ما قبل الإفطار. هذه الفقرة ستكون بعنوان أتحداك في 5 دقائق. التحدي لهذه الحلقة هو بأن يجمع المتسابق إفطار متنوع لا يقل عن 5 أطعمة ومشروب. السلام عليكم. عرفنا عن اسمك؟ مدرم. مدرم من؟ علي. عندي لك اليوم تحدي، هل تقبله؟ يلا شوف، التحدي هو بأن تجمع 5 أطعمة ومشروب واحد، يعني قهوة، ولا طعمة قد تكون يعني سمبوس أو تمر، يعني أي شيء، أمشي حياة 5 حاجات مختلفة. نهي؟ اتفقنا؟ تمر، السندوس، مدري ايش هذا؟ تاع خبزة. خبزة، شيبس، وعصير، وطماطم، تمر. ياه، تمر. يلا، أنت كسبت هذا التحدي. كسبت اليوم هذا التحدي. خذ فرح. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب، رمضان. ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم معنا مقابلة مع الحاج من. عرفنا باسمك الحاج من. جمال، أبو جمال العزي علي صالح. كيف رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف أنتم؟ الحمد لله. شهر كريم، كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله. ناوي تعتكف هذا السنه؟ ان شاء الله. محتكفين انا 24 ساعه في المسجد. اكيد قلنا نشوفك انت. وش كذبك لامريكا؟ دخلنا هجره. انت شكلك يعني قال لك كثير في هذا المسجد. 71. 71. يعني قد شفت المسجد يطور صح؟ الحمد لله. الحمد لله المسجد يعني بني من 1952. صح. كانت توسعة صغيرة وبعدين توسع الحمد لله، يعني توسعة الوسطى هذه ثم التوسعة الثانية، هذا الوسطى هذا القسم الأوسط ثم التوسعة هذا يعني في 1980 صلى الله عليه وسلم.
هذا التوزيع الكبير الحمد لله، يعني انا كنت موجودها موجود في الاوله وموجود في الاوله والاخره يعني. ما شاء الله، الله يطول في عمرك ويحسن خاتمتك. كيف لا تشوف الشباب هذا الايام؟ الشباب الشباب وبرنامجهم يعني ما شاء الله، الله يصلحهم ان شاء الله، نسال الله لهم الثبات ان شاء الله. برامج الشباب هذا الايام اللي تقيمه مسجد دربون واللجنه، لجنه الشباب، ما شاء الله كيف تمام منظمين تمام يعني منظمين تمام. ايوه بس يلتزموا التزموا في الاعتكاف كذا يا مخالفين صح. وش توجه للمشاهدين؟ انا يعني اشهد نوجه لهم نقول لهم كل عام وهم بخير ورمضان مبارك، وان الانسان يتقبل مننا ومنهم خير الاعمال وصالح الاعمال، وتقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا، ونسال اللهم التثبيت ان شاء الله ان شاء الله. ايوه بالنسبه بالنسبة للمصلين ما شاء الله، أنا مصلين أحسن من أي بلد الحمد لله، ثابتين كل الفروض في المسجد الحمد لله، والجالية الحمد لله كل شيء تمام الحمد لله رب العالمين. شكلك بارد من الكنديشن؟ لا ماشي بارد ماشي؟ لا الحمد لله. كيف الكنديشن تمام؟ الحمد لله أحيانا بارد حساب أمرض والنصح. جزاك الله خير يعني على المقابلة، تحتاج يعني إلى هدية. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان. عودنا والعود أحمد، أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدين في فقرة احصل على الجواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنت مع الصيام؟ بخير. لا تصوم كل يوم؟ أنا لا أصوم يعني. كل يوم دائما يعني أوكي، أنا اليوم بتحداك أسألك سؤال يلا. أنت لازم تجاوبه أوكي؟ مع المتسابق الثاني. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. اسمك؟ مهيب. اليوم عندي لك سؤال أوكي. إذا ما عرفت الإجابة تقدر تروح لعند أي شخص وتسأله على الجواب، لازم تجاوب. أنت المتسابق الثاني ومبشر بشار المتسابق الأول. الآن اختر المتسابقين، ولكن قبل أن نبدأ بالسؤال سيعرفهم بأسمائهم. مهيب ناصر. بشار حسن. السؤال يقول: في أي عام هجري فرض الصيام؟ في أي سنة وجب علينا الصوم؟ الهجمة الهجرة بس وش السنة؟ مئتين ها؟ مئتين لا خطأ، في السنة الثانية للهجرة الثانية. وبهذا يكون بشار الفائز مبروك. فرحان؟ فرح؟